إذا مشاهدينا رجعنا وياكم مرة ثانية ووصلنا إلى محور حلقتنا لهذا اليوم اللي راح يكون صحي. يعني بشكل عام تكثر الأمراض المزمنة وأنواعها حول العالم، منها اللي هو شائع ومعروف مثل التحسس أو الربو أو غيرها، ومنها اللي هو مو معروف. بالتالي يكون من الضروري جدا على كل فرد أن يكون ملم قدر الإمكان بالمعلومات الصحية الطبية والضرورية إلى والعائلته، بالأخص الأمراض الوراثية، أمراض الدم والقلب وغيرها. وبالتالي هذه الثقافة تلعب دور كبير في حياة الفرد مستقبلا مع عائلته. ولأجل أن نتحدث عن أنواع الأمراض أو نوع معين، راح يكون حديثنا اليوم عن أحد هذه الأمراض الغير منتشر بشكل كبير وغير معروف لدى الأغلبية، اللي هو مرض داء الذئبة. راح نتعرف عليه بعد هذا التقرير، ابقوا معنا. نعم، طبعا المفروض كان اكو تقرير لكن ماكو تقرير. ننتقل مباشره مع الدكتور. هنالك ضيف في الحلقه، حياك الله الدكتور زياد حازم، اخصائي بامراض الدم. صباح الخير. اهلا وسهلا بك دكتور. صباح الخير عليكم على الساده المشاهدي قناه الواقعيه الاخباريه. هسه احنا من نجي نعرف دكتور انه داء الذئبة، البعض ممكن انه صوره ضبابيه عندما يعرف، ما عنده اي معلومه عن هذا المرض، يا ريت. نعم، هو داء الذئبة او يسمى علميا داء الذئب الاحمراري، مرض يصيب الجهاز المناعي الذاتي بالجسم، فالجسم يبدي يفرز اجسام مضاده ضد نفسه. حلو. فهاي الاجسام المضاده راح تبدي تاثر على الانسجه واعضاء الجسم، اول ما يبدي ياثر على الجلد وخاصة الوجه. هاي الأعراض الأولية ممكن تكون؟ أي، هو إما يكون أعراضه خفيفة أو حادة، قد يكون مزمن، قد يروح ويجي النوبات متناوبة. وعندنا الأعضاء اللي قد تصاب بالكبد، عفوا الكلى، القلب، الرئة، وحتى الدماغ. نعم. وكذلك المفاصل. احنا داء الذئب الاحمراري هو ليش سموه داء الذئب اذا نحب ليش هو هذا المصطلح؟ اي، هو اول ما تم اكتشافه كان يشبه، او هو اللي اكتشفه تخيل انه هاي عضة ذئب او خراميش ذئب، ف سماه بهذا الاسم. الاسم هو يعني قريب على اليوناني حقيقه. زين، فكذلك يكون لونه احمر. اذا نتطرق للاعراض مالته، اول ما يبدي الاعراض الجلديه تكون مثل جناح الفراشه على الخدين، وقد يمتد الى الانف وجسر الانف. لونها احمر، تسوء بالتعرض لاشعه الشمس. القليل من المصابين بداء الذئب الاحمراري قد تكون عندهم الام بالمفاصل، قد تتطور الحاله الى بعض المضاعفات على القلب او على الكلى او على الرئه. نعم. وقد في بعض الاحيان على الدم نفسه، كريات الدم الحمر والبيضاء. نعم، هو هذا السؤال اللي اريد اسال حضرتك به، هو تاثيره المباشر، يعني حسب ما عندي انا بعض المعلومات عنه انه يؤثر على الدم، وبالتالي على كريات الدم، ينقص الكريات البيض ويزيد الحمر او ما غيرها. ليش يؤثر على الدم تحديدا؟ وهل انه هو دائما ما يظهر على البشره؟ اكو بعض الحالات ما تظهر على بشرتهم، مجرد انه يحسون اكو حرقه بالجلد او بالدم او حراره مرتفعه. هاي بالحالات الخفيفه جدا. نعم. ما تبين هاي الطفح الجلدي اللي يكون على شكل جناح الفراشه. نعم. لكن هو بسبب الاجسام المضاده اللي يفرزها الجهاز المناعي للجسم، ياثر على كريات الدم البيض يقللها، والكريات الدم الحمر ايضا يقللها، ويسوي فقر دم. هاي الاشياء الثلاثه تصيب امراض الدم. وكذلك هاي الاجسام المضاده في بعض الاحيان تهاجم عضله القلب. نعم. تسوي تسارع بالقلب او عدم انتظام بدقات القلب، او حتى قد تاثر على غشاء القلب، والكثير من الانسجه مثل الغده الدرقيه. هم احدى امراض الغده الدرقيه، الجهاز المناعي للجسم يفرز اجسام مضاده تهاجم الانسجه نفسها، وقد يكون اكو ارتباط لهذا الشيء. احنا ما نريد نخوف الساده المشاهدين، صح، لكن الحذر واجب. اي حاجه لاستشاره طبيه وتجنب المهيجات والالتزام بالنصائح
هذا في يعني بامكانه انه يقلل هاي المضاعفات. يقلل هاي دكتور. اليوم هذه الامراض ممكن تكون خطره جدا، خطيره. اليوم هل هنالك نظام غذائي ممكن انه التزام به حتى يقلل من هذه الاعراض؟ نعم اخ، اما هو المرض باربع انواع. اربع انواع. احد هاي الانواع اللي يصيب اجهزه الجسم كلها بشكل عام، كلها بشكل عام، هذا النوع العام نسميه. هذا قد يكون وهو يعني نسبته عالية من ضمن بقية الأنواع. قد يكون يشكل بعض الخطورة إذا ما تلقى الشخص العلاج المناسب بالوقت المناسب. النوع الجلدي أو القرصي نسميه اللي يصيب الوجه خفيف جدا. عندنا نوع نسميه المصاحب للأدوية، بعض الأدوية من ضمنها مضادات الصرع، مضادات أدوية الضغط، ضغط الدم، وأدوية تسارع دقات القلب أو عدم انتظام دقات القلب، قد تسوي بشكل مؤقت حالة تشبه حالة داء الذئب الاحمراري، لكن بانقطاع هذا الدواء تنقطع الأعراض. هذا أخف الأنواع. وهناك نوع رابع وأخير وهو نادر، يكون ولادي، يصيب حديثي الولادة، أيضا صاحبه بعض الخطورة لأنه يؤثر على عضلة القلب. نعم، السبب أن الطفل يصاب بهذا الشيء هل هو نقل وراثة من الأم في فترة الحمل، أم أنه هو طفرة وراثية من الأجداد لأنه تعرض المرض قديم لكن انتشر مؤخرا؟ نعم. شنو السبب اللي يخليه يصيب الأطفال، وهل بالإمكان أنه نقدر نعالجهم بعمر صغير أم أنه راح يبقى مزمن طول عمره وياه؟ هو حتى لو يبقى مزمن بس بالإمكان علاجه. السبب بناء جوابا على الشق الأول من سؤال حضرتك. نعم. السبب يعني هو بصورة عامة داء الذئب الحمراري أسبابه غير معلومة 100%، لكن العوامل اللي قد تساعد على ظهوره هي عوامل وراثية جينية وعوامل بيئية، وعوامل هو الشخص نفسه عنده استعداد للإصابة به إذا تعرض لها من ضمنها أشعة الشمس. هاي العوامل الثلاثة إذا مو هي أسباب مباشرة فقد نسميها، نقدر نسميها أسباب غير مباشرة. طبعا الأطفال حديثي الولادة أو حتى الكبار إذا أصابوا بالمرض يتلقون العلاج المناسب، أكو ناس يظلون سنين هم حالتهم جيدة أو تكون حالتهم بسيطة وبعدين اي انتكاسه، اي توتر عصبي، اي تعرض للمهيجات يجوز ترجع لهم. فيعني العلاجات موجوده الحمد لله والشكر، يعني خلال 30 40 سنه الاخيره الكثير من الادويه لاحظوها تفيد داء الذئب الاحمراري وتعالج مو بس الاعراض، حتى تعالج تثبط من الاجسام المضاده اللي ينتجها الجسم ضد نفسه. طيب جميل جدا دكتور، انت حضرتك ذكرت انه بعض الاشخاص ممكن يستقبل هذا المرض، المناعه تلعب دور بهذا الموضوع، وهل هو ممكن انه يعدي او غير معدي؟ هو غير معدي، المناعه هو لانه اجسام مضاده يفرزها الجسم ضد من نفسه، هاي احنا نسميها فرط المناعه، مناعه عاليه. لكن بنفس الوقت التعرض لبعض الالتهابات خاصه الالتهابات الفيروسيه مثلا زكام، انفلونزا، بعض الفيروسات الاخرى مثل لطمه الحمى او حزام الناري قد يساهم في تطور المرض نفسه او يعني يخليه يبدي. هو ما كان موجود لكن التوتر عصبي، عوامل وراثيه، التهابات فيروسيه يخلي المرض يعني يبدي من يعني شخص ما كان عنده. نعم. اصلا هو عاده يبدي بعمر من 15 الى 45، هاي العمر هاي الفتره هم اللي اكثر شيء يعني 90% ينصابون خلال هذا الفئه الاكثر اللي يعني لربما تصاب. طيب يقال أن النساء أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض من الرجال، ليش يعني؟ هاي لا مو يقال، هاي صحيحة يعني؟ لا مو داء الذئب، هو داء الذئب احنا هو اسمه، ولو هو بالإنجليزي الذئب يعني ما يذكر أو يؤنث. هسه هو نعرف بالفترة الأخيرة دكتور، عذرا للمقاطعة، يعني نعرف بالسنوات الست أو السبعة الأخيرة ونعرف بهذا الاسم، هو موجود بس التواصل والاغلبيه الناس تستغرب من تسمع اسمه. يعني احنا نعرف داء القطط، هذا معروف عند النساء فقط، داء الثعلب معروف، بس هذا اسمه غريب. يعني اسمه غريب، هو موجود بالمناسبه. احنا اذا ناخذ تاريخ المرض هو هذا اللي هو قديم جدا. اذا نتطرق لابو قراط من العهد اليوناني القديم،
اول من شخص المرض بس شنو بصورته الجلديه مو بصوره اللي كان يهاجم الجهاز انسجه الجسم. كان يعتقد ابقراط هو ابو الطب ومشرع للكثير من التشريعات اللي لحد الان لها صحه وياخذون بها. اول ما اكتشفه تصور انه هو يشبه لطمه الحمى او نوع من انواع لطمه الحمى الجهاز المرض الفيروسي. بالقرن الثاني عشر تم اكتشافه وتشخيصه كداء الذئب الاحمراري. نعم. لكن ايضا كمرض جلدي. بالقرن السابع عشر العفو التاسع عشر 1800 وكسر تم اكتشاف مضاعفات المرض على انسجة الجسم. فاحنا من 1800 هو موجود بس ما كان عندهم فيسبوك ولا واتساب ولا هاي وسائل فما كان منتشر جدا. حتى ينتشر بهذا الانتشار. نعم. بس هو هسه موجود بالعراق. موجود هل البيئة بكثرة يعني؟ نعم. أنا إذا أحاجك لأن أنا مصابة بهذا المرض. نعم عرفت أنا بالمناسبة الصحة والعافية إن شاء الله. يعافيك. فالسبب بالإصابة بهذا المرض هل يعتمد على البيئة أم يعتمد على فد مرض معين ويضرب على باقي الأجزاء يعني يعكس عليه الحالة الصحية وبالتالي يعني هو بالأخص الكلى أكثر عضو راح يتأذى بهيج حالة. فهل السبب في البيئة أم يعتمد على أسباب وراثية قد تكون غير معروفة لدى العائلة؟ هو يعني الأسباب الوراثية أو البيئية لها دور لكن هي موجودة، خلينا نقول موجودة قبل 100 سنة، ليش زاد خلال بالآونة الأخيرة؟ ما لها علاقة بأي أمراض أخرى علاقة وطيدة، لكن الدراسات تشير إلى تغير نمط الحياة. التوجه نحو الأكل السريع والوجبات السريعة، الابتعاد عن ممارسة الرياضة، السهر وقلب الليل نهار، التوجه نحو التدخين والتناول المشروبات الكحولية، هاي التوتر العصبي مو بس بالعراق طبعا احنا كل دول العالم هاي العوامل الأربعة يعني هي مو مؤكدة 100% لكنه لها علاقة وعلاقة وطيدة في انتشاره او زيادته وزياده الاصابه به. لكن يبقى النساء يصابون اكثر، تسع من كل عشر اشخاص تسع وجدوا انه تسع نساء هم يكونوا مصابين مقابل رجل واحد. فاحنا في طبعا الف سلامه عليك في امان. طبعا خلينا نتكلم عن المراه الحامل، ممكن ياثر على المراه الحامل هذا المرض، ممكن ياثر على الطفل اللي موجود. يعني هو اذا صادفت مضاعفات اثناء فتره الحمل هو ما له علاقه بالحمل ولا الطفل راح يتاثر، لكن المراه الحامل اذا صار عندها مضاعفات تناول بعض الادويه لعلاج داء الذئب الاحمراري قد ياثر على الطفل. احنا ولكن هم بصوره عامه النساء معرضين اكثر للمضاعفات خاصه مضاعفات الدوره الشهريه، الهرمونات الانثويه اللي موجوده عندهم تزيد نسبه او احتماليه اصابه النساء بداء الذئب الاحمراري. نعم. طيب دكتور، اليوم الثقافه الصحيه تلعب دور بهذا المرض، ممكن احنا الاسره العراقيه عندها قله بالثقافه الصحيه، شلون ممكن اني اشخص هذه الحاله؟ مثل ما ذكرت حضرتك انت تقول مثلا واحد يقول هاي ممكن مرض معين، شلون انا اشخص انه هاي داء الذئب؟ اي احنا اذا هو الثقافه الصحيه طبعا تقع على اعتق الملاكات الطبيه والصحيه واعتق الاعلاميين والقنوات الاعلاميه. هاي من تيم هاي دوركم ان شاء الله. هذا دور ماشي. فال يعني احنا هو داء الذئب الاحمراري اذا نريد نشخصه تشخيصه يكون سريري، يعني خاصه المرض العام او الجلدي القرصي. اي واحد عنده معلومات وخبره بهذا المجال يقدر يشخصه بكل سهوله، لكن مضاعفاته يجب ان تشخص باجراء تحاليل. احنا او الشخص اللي هو مصاب بداء الذئب الاحمراري يعني على الاقل مره بالسنه حتى لو ما يشعر باي اعراض يسوي تحليل عام للدم، يسوي وظائف الكلى ووظائف الكبد. دكتور يا اغلبهم يخافون اصلا يسوون مو لازم احنا نسوي حتى يطلع النتيجه حتى يطلع شيء جديد اصلا مو احنا كل ما اذا تشخص مبكرا بامكان تجاوزه. صح. لا ليش بالعكس تحليل الادرار العام
تحليل، اكو بعض التحاليل اللي يعني ما نريد نسويها، بس هي عباره عن خزعه من الكلى او من الجلد، هاي يعني عاده نادره، بس تحاليل الدم بالامكان الواحد يشيك نفسه، خاصه المصابين اي بالضبط مره بالسنه على اقل تقدير. هناك بعض الاشخاص اللي مثلا اذا اصيبوا بمضاعفات بالقلب او بالرئه بالامكان انه يتم عمل اشعه على الصدر حتى الواحد يشيك نفسه، لكن بصوره عامه تحليل الدم، وظائف الكلى، وتحليل الادرار، هاي الشغلات الثلاثه ضروري الاشخاص المصابين بداء الذئب الاحمراري انه يشيكوها على الاقل مره بالسنه. جميل. نعم. طيب دكتور، خلينا نكون واقعيين، بالعراق هذا المرض ما معروف هوايه، يعني خلينا نقول انه نسبه 20% عندهم معلومات كافيه عن هذا المرض وعن كيفيه اعراضه وعلاجه، وبعض الاعراض الموجوده به، يعني هو من اعراضه مثلا ارتفاع درجات الحراره، احنا راسا العائله العراقيه هذا فلاونزا والدول المضمد، يعني مع احترام يعني اول خيار اي هاي قبل هسه كورونا هسه صارت اسوء، هسه كورونا راسا. واحيانا مثلا الكلى توجع او الرئه سعال حاد، فيقولون يا اما تدرن يا اما عنده حصوه بالكلى، ما حد راح يتجه الى اتجاه انه لربما يكون هذا، هل هذا يعتمد على الطبيب من اروح له ام انه اني اطلب منه يشخصني؟ حتى الاطباء. نعم. لان احنا ليش نفكر باشياء نادره فيما هم اكو اشياء شائعه وقد تكون اهم قد تكون أخطر. يعني احنا التهاب الكلى او التهاب المجاري البوليه او حصو او رمل بالكلى او مشاكل بالقلب، بالمناسبه حتى تخطيط القلب هم يسووه، الارهاق والحمى اللي تصاحبه، قد تكون امراض تنفسيه اكثر اهميه من داء الذئب الاحمراري، خاصه في مراحل الاولى الشخص اذا يريد استوى طالع عنده بعض الطفح الجلدي، فلذلك التوجه نحو تشخيصه يكون قليل، لانه احنا نفكر بالاشياء الشائعه والاهم. صح. نعم. طيب دكتور، سؤال ممكن انه يكون مهم جدا، اليوم يمكن بعض الاشخاص ما مشخص هذا، ممكن تصير هنالك مضاعفات، هل تسبب انه ازمات عند هذا الشخص اذا ترك بدون علاج؟ ممكن خلال سنين طبعا. نعم. بين يوم وليله. لكن هو ليش احنا يعني نستبعد هاي الاحتماليه؟ الاشخاص يهتمون بمظهرهم، خاصه هذا المرض يصيب الوجه وهو مرآة الشخص، فش ماله يسوي منطقه حمراء. صح. بالضبط. تعرض بسيط لاشعه الشمس قد يسوي هذا الاحمرار، فيتم المراجعه او الاستشاره الطبيه، لكن اذا شخص ما تم توجهه للاستشاره الطبيه، صارت مضاعفات اجسام مضاده نخرت بالجسم وأنسجة الجسم وأعضاء الجسم، قد تسبب مضاعفات على مدى يعني طويل، تقريبا 6 شهور أو سنتين تقريبا. نعم. مو بين يوم وليلة. نعم. الدكتور زياد حازم، اختصاص بأمراض الدم، شكرا لك، كنت معنا. اختصاص صحة عامة مو أمراض دم. شكرا جزيلا. صحة عامة. شكرا لك، كنت معنا في فنجان الصباح. شكرا.